ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبتي يا حبايبي، دمتم سالمين وبخير. النهاردة مش هقول المقدمة بتاعتي عشان انا حزينة النهاردة، عشان انا النهاردة قمت من الصبح لقيت خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي. كورونا تنهي رحلة رجاء الجداوي في بلاط الفن. رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد 43 يوم في العزل الصحي عن عمر يناهز 82 عام، وسيتم دفنها بمقابر القاهرة بمعرفة الطب الوقائي، واخر تحليل قبل 5 ساعات من وفاتها جاء ايجابية. تفاصيل الخبر: توفيت صباح اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد 43 يوما داخل الحجز العزل الصحي بمستشفى ابو خليفة في الاسماعيلية عن عمر يناهز 82 عاما. وقد صرح مصدر مسؤول على لسان أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي ان اخر تحليل البي سي ار لها ظهرت نتيجته مساء السبت وكان إيجابية. كما ظهرت وأظهر استمرار إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أي قبل وفاتها ب5 ساعات. وأكدت أميرة مختار في تصريح خاص إن والدتها سوف تدفن اليوم في القاهرة وليست في مقابر الأسرة في محافظة بورسعيد. وأكدت الابنة الوحيدة للفنان رجاء الجداوي إنها في طريقها إلى مستشفى الخليفة للعزل الصحي لاستلام جثمان والدتها والتي سوف تدفن بمعرفة الطب الوقائي بإحدى مقابر القاهرة. وكانت رجاء الجداوي تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي داخل العناية المركزة للمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بعد تدهور حالتها الصحية. وجريت الفنان رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحي في 24 مايو الماضي 4 مساحات تحاليل للبي سي آر، كانت الأولى بعد دخولها ب3 أيام وظهرت نتيجتها إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما للمتعافين بيومين وظهرت أيضا إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت منذ 2 أسبوع وظهرت نتيجتها إيجابية، أما الرابعة والأخيرة فكانت أمس وظهرت أيضا إيجابية باستمرارها بفيروس كورونا المستجد. نبذة عن حياة رجاء الجداوي: تزوجت الفنانة القديرة رجاء الجداوي مطلع السبعينيات من حسن مختار مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق الذي رحل في 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة ولا تعمل في مجال الفن. متزوجة من رجل الأعمال محمد هنجي ولها حفيدة وحيدة اسمها روضة. الفنانة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية. هي تبقى بنت أخت الفنانة تحية كاريوك، وأكملت تعليمها الأول بلغت تعليمها الأول في مدارس الفرنسيسكان وفي القاهرة، ثم في القاهرة تم عمل في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها لملكة جمال القطر المصري عام 1958. وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن. نبذة عن أعمالها الفنية: البيه البواب، يوميات امرأة مصرية، أزواج طائشون، حدوتة مصرية، إشاعة حب، بابا عايز كده، كرامة زوجتي، زائر الفج، ومن الأعمال وكركر ودعاء الكروان، وكلنا ما ننسوش دورها في دعاء الكروان. ومن أعمالها المسرحية عملت الواد سيد الشغاء، و250 عملا بين المسرح والسينما، واسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي. أنا بنعي أهلها بمزيد من الحزن والأسى، إن الله وإنا إليه راجعون. أعمالها الخالدة هتفضل في دنيا مش هتروح من عننا خالص، البقاء لله، والله يرحمها ويجعل مسواها الجنة. وأشوف وشكم بخير في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله وأمين.